يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير عليكم، في أي وقت بقى تشوفوني صباح الخير يا مساء النور بالليل. النهاردة بقى الروتين بتاعي مع الفراخ حبايبي، ايه رأيكم في الفراخ بتوعي؟ حاجة يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويزيد. أحلى حاجة بقى تربية الفراخ والبط في البيت، طبعا بتاخدي منهم الخير والبركة والرزق، حاجة ما شاء الله ما شاء الله كده عليها. قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي، ما تنسوش يا حبايب قلبي انكم تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل، عشان يصلكم كل حاجة جديدة من الروتينات اللي انا بعملها في الفيديوهات بتاعتي. طبعا الفراخ بتاعتي انا بجيبها نوع حلو جدا اسمه بلدي، في تشعيرة خفيفة، دي ما شاء الله بتاخدي منها احجام واوزان حلوة، وفي نفس الوقت بتاخدي منها بيض ما شاء الله، يعني ممكن يوميا بتاخدي منها البيض، بتبيض على طول وجميلة جدا، ويعني حلوة قوي في التربية واي حاجة بتاكلها، يعني الواحد بيهتم بيها من صغرها في التحصينات في الاكل العلفة، بعد كده ممكن بقدم لها اي حاجة في البيت. بهتم طبعا بنظافة الفراخ قبل اي حاجة، قبل ما اكلها ولا اي حاجة لازم انظف تحتيها اي حاجة لازقة كده وساخة، لازم اشيل كل الاوساخ اللي تحتيها ديت عشان ما تربش ما تعملش تحتيها ايه الحشرات والحاجات اللي ممكن وحشة ديت تأذيها من امراض او اي شيء من كده، يعني زي ما انتوا شايفين بكنس وبلم كل الاوساخ دي وبتخلص منها على طول. بعد كده بقى بقدم لهم الاكل بتاعهم، اي حاجة عندي في البيت، بقايا رز، عيش ناشف ممكن ابله واعصره كده واحط عليه اي حاجة، يعني ما بتقيدش باكل معين. ما شاء الله ما شاء الله، بصوا بقى الفرحة بقى، يعني بحس بقى نتيجة التربية بتاعتي. اتفرجوا بقى على ما شاء الله بيتي بيتملى بالخير، البيض بقى ما شاء الله بلاقيه يعني الصبح كده بيفتح، والله الواحد بيفرح جدا منظر بقى ايه البيض ما شاء الله عليه ما شاء الله. انصحكم يعني بتربية الدواجن والفراخ والحاجات دي في البيت، بتنفع جدا، بتغني عن شراء البيض، وانتوا عارفين الاسعار البيض بقت الايام دي عاملة ازاي. لا باخد منهم انتاج حلو ما شاء الله عليهم، واللحم الفراخ اصلا والديوك بيبقى طعمه جميل جدا، حاجة بقى ايه فوق الروعة، يا وعدي يا وعدي. طبعا بفرح بقى الصبح كده ما بشوفهم قدامي، صراحة ما شاء الله عليهم. وعندي برضو في بط، برضو في مسكوفي، في بلدي، اي حاجة برضو في البيت بياكلوا، مش متأيدة بأي حاجة، شوية خس بيفيد مني، شوية ورق كرنب، عيش، يعني أي حاجة، ما يقولش لأ ما يقولش لأ لأ أبدا. وحاجة بتنفع بقى في مواسم، في أي وقت كده بيبقى ما فيش حاجة عندي، يلا بذبح وبعمل على طول، يعني حاجة جميلة ما شاء الله عليهم ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في منظر البط ومنظر الفراخ؟ جميل جدا برضو ما شاء الله عليه. هنا بقى ابتديت ايه، عندي عيش ناشف، ببل العيش عندي، يعني ما بفرمهوش ولا اقعد اطحن فيه ولا حاجة، هو بكسره كده واحط عليه المية، يدوبك ما فيش 5 دقايق كده و10 دقايق بكتير بلاقيه لان معايا، كله بياكل منه حتى الحمام اللي عندي،
بينزل من العشة فوق وبينزل ياكل كل الأكل مع بعضه، يعني ما بيفرقش. وبحط مية، بغير مية نظيفة، وأهم حاجة المية، بحط لها خل، ممكن أغلي كزبرة ناشفة عندي وأحطها في المية، شاي، كل الحاجات دي، زعتر، الشاي لو في عنده إسهال بيمنع الإسهال عند الطيور، لو الكزبرة برضو بتطهر المصارين بتاعته، بيبقى الأمعاء بتاعته كده بيقضي على أي حاجة. والزعتر، الخميرة دي بحطها برضو في المية، بيزيد الوزن بتاعه، بيخلي الفراخ وزنها بيزيد. يعني أي حاجة عندك في المطبخ، كركم في نفس الوقت، الكركم حلو بيزود المناعة بتاعته، بتحط معلقة كده على العيش أو الأكل اللي أنا بعمله له، جميل جدا. برضو لو في شيح، كله من العطار والحاجات اللي عندك في المطبخ تحطي منها وانتي بتأكلي الدواجن بتاعتك، الفراخ، البط، بيشيل اي حاجة، يعني ايه، بيقيم الامراض بمعنى اصح. وفي برضو بضيف بودرة البلاط، دي بقى ليه بقى؟ حد يسألني، اكتبولي بقى في الكومنتات اي اسئلة انتوا عايزينها وانا جاوبكم عليها. بودرة البلاط دي بتخلي قشرة البيض ما تتكسرش، تبقى ايه، صلبة، والفراخ ما تاكلش البيض بتاعها. فبحط حوالي 3 معالق كده على العيش، بياكلوا الفراخ عندي، جميل. دي معلومات طبعا للي بيحب يربي الفراخ عنده في البيت وبيعرف ايه اللي انا بضيفه ليهم وباكلهم. ما شاء الله بياكلوا بقى بنفس حلوة كده وشهية، وانتاجهم في البيت ما شاء الله عليه. شوفوا في الفيديو بتاعي، شوفوا كمية البيض اللي علاقيها ما شاء الله. والحمام زي انتوا شايفين بينزل من فوق، عندي عشة فوق مليانة ما شاء الله حمام، بينزل برضو بياكل مع الفراخ اي حاجة. يعني صيدلهم الشباك فوق مفتوح عندي في الأوضة، بينزلوا من الشباك وبيخشوا مع الفراخ وبياكلوا ما شاء الله. ربنا يبارك ويزيد يا رب. انصحكم بقى بتربية الفراخ دي، حاجة بقى ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده البيض بقى، شايفين ما شاء الله في كل حتة كده، بعد ما بكنس وباكل يكونوا كلوا وشبعوا بيبيضوا بقى، الاقي البيض بقى في كل مكان ما شاء الله ما شاء الله. الواحد صراحة بيفرح لما بيلاقي الانتاج بتاعه نتيجة التعب والتربية، في الاخر بيلاقي المجهود بتاعه طرح الثمرة ما شاء الله. حاجة ما شاء الله كده تفتح النفس صراحة. وبفكر برضو اجيب يعني دورة تاني من الكتاكيت واربيها، بس بختارها النوع دوت اللي هو البلدي اللي فيه تشعيرة خفيفة، اسمه بلدي مشعر تشعيرة خفيفة، ده افضل نوع في تربية الفراخ من حيث الحجم، الفراخ الوزن بتاعها بيبقى ما شاء الله زايد وحلو، وفي نفس الوقت البيض. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. مع الف سلامة يا حبايب قلبي.